احنا نواجه مشاكل حقيقية في موضوع الشباب. هناك ثلاث مخاطر حقيقية تواجه الشباب في الفترة الحالية. أولها هي الأمية، ثانيها هو المخدرات، وثالثها هو التطرف الفكري. وبالتالي أنه احنا اليوم نضع برامج بالتعاون بيننا وبين مجموعة من الوزارات، وقد تشكلت لجنة من مجموعة من الوزارات تضم بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية، وزارة التعليم، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبرئاسة وزارة الشباب والرياضة. هذه اللجنة ستقوم بإعداد دراسات متكاملة وسيقوم تنفيذها في كل محافظات العراق من زاخو حتى الفاو من أجل النهوض بالواقع الشبابي. احنا الآن نعمل حقيقة على عمل منصة للمواهب الشبابية. هذه المنصة راح يكون يعرضون فيها الشباب ما يمتلكون من مواهب خلال هذه في كل الاختصاصات، وبالتالي راح تكون هناك فريق من العمل لاختيار الأعمال الأفضل، وبالتالي بعدها راح يتم رعايتهم بالكامل من قبل وزارة الشباب والرياضة. الرسالة اللي أوجهها إلى الشباب أنه بس أنا مو أرد أقولهم أنه أنا قريب منكم وأنه البلد لازم يهتم بيكم، وطبيعة عمل يتركز خلال هاي الفترة هو للشباب أكثر مما هي للرياضة، لأن أنا أعتبر الكل هم الشباب والجزء هم الرياضة. هذا واحد. اثنين، أقولهم أنه بناء الإنسان يجب أن يكون من ضمن الأولويات واهتمامات الدولة العراقية، لأن بناء الإنسان أهم من بناء الحجر. ثلاثة، وبالتالي أنه إحنا مقبلين على مرحلة تعاون كبير بيننا وبينكم، يجب أن نتعاون جميعا من أجل الارتقاء بالواقع الشبابي والرياضي في بلدنا.